شركه هرمود ده ايا ور كسو سارتي قرحيدي لوغو بربوريه خارونتيدي ديغان قايب شركه اسغارسينتا هرمود تيليكوم ايا شيكتي ان ميد كميد اه خارومهيدي اي كو شقين جيرتي يا تاوركي اسغارسينيد او كو بربوراي قرح كدعاي ديغان قايب او كاتيرسان مامولكا غلمودوغ شركه ايا ور صحافده ده كو شيكتي ان غاري لغا سو بوخيي ولخا قرحا او بربوريه خارونته يا تاوركي اسغارسينيد اسنينتي شلاي اهيد وا ارين مروغله ان ان معاميشنا كو ورغلينينو ان ويرر غاري قراخ يلغا سو بوخيي لغو بربوريي غوب ان كو لينهي ديغانكا قايب اي غوبلكا غلغدود اي شركدو كو تيري قورال اي سو دغتاي تويتركيدا شركدا هرمود وخا اي شيكتاي ان اي ارينتان سامين كو يلتاي 14000 او قوف كو واس او غبي اهانبا وايي اديغيدي شركدا اي كهلي جيرين وخاينا شيكتاي ان اي سي دغدغ اه او سو علين دونتو ال شباب او شلاي weerar ku qaaday tuulada qayb ayaa qaraxyo ku burburiyay xarunta shirkadda Hormuud lama oga sababta ka dambeysa hase yeeshee waxa arintan ay ku soo aaday xilli uu soo shacab baxay khilaaf u dhaxeeya Al-Shabaab iyo shirkadaha waaweyn ee dalka kadib markii dawladdu sheegtay in ay xannibtay dhaqaale Shabaab u yaalay bangiyada dalka.